يسعى قطاع الأعمال الفلسطيني باستمرار توفير أفضل التقنيات وأحدث التكنولوجيا لتقديم خدمات متنوعة ومميزة في عصر السرعة والجودة والأمان. وفي هذا المضمار وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل وبنك فلسطين اتفاقية شراكة لربط فروع البنك وجميع أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشبكتين رئيسية واحتياطية عبر تقنية الألياف الضوئية. الجهاز المصرفي اليوم بركن بشكل رئيسي على نقل داتا ومعلومات بين شبكة فروعه وصرافات آلية ونقاط بيع والعملاء اليوم بيحملوا كتير منهم بيحملوا موبايلات أو عبر الإنترنت بيستعلموا على حساباتهم، ففي طلب سنوياً عم بتضاعف على كمية ونوعية ودقة وأنه المعلومات هاي عبر طبعاً شبكات الاتصالات. من خلال هذه الشراكة ستقوم شركة الاتصالات الفلسطينية بتقديم أفضل الشبكات والبنية التحتية لأكبر بنك فلسطيني وهو بنك فلسطين. هذا سيؤثر بشكل إيجابي على فعالية تقديم خدمات زبائن بنك فلسطين، على سرعة تقديم الخدمات وعلى نقاط الحماية التي تمنع حصول أي خلل فني أو تقلل احتمال حصول أي خلل فني في شبكة بنك فلسطين الداخلية والخارجية تتعامل مع الزبائن. هذه الشراكة بين مؤسستين كبيرتين من مؤسسات القطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للزبائن في نهاية الحل. تعتبر هذه الاتفاقية خطوة لتعزيز شراكة دائمة واستراتيجية ونقطة انطلاق لتقديم مزيد من الخدمات التكنولوجية المتطورة للمواطن الفلسطيني. علاقتنا وشراكتنا مع بنك فلسطين شراكة قديمة ولكن تعززت اليوم بشبكة متكاملة راح توفرها شركة الاتصالات لربط جميع أعمال وفروع بنك فلسطين في الداخل وفي الخارج بشبكات وسرعات عالية جدا. الانتشار الواسع وتزايد الإقبال على الخدمات التي تقدم عبر الإنترنت كانت أحد أهم العوامل التي عززت تقديم هذه الخدمة المميزة في فلسطين لضمان الخصوصية والأمان والحماية. لتلفزيون القدس منتهى خليل، رام الله.